سكر سكر بجيك بجيك سكر سكر. يعني في امان الله على باب الدار فجأة اللي سمعنا صوت ثلاثة مفتحين صغار اطفال اي زمة ولا ضمير اي انسانية وين العالم وين الامة حرقوا الناس حرق اسمنا بالله يا من وحيد فيهم حرقوا الناس حرق حرقوهم حرقوا مربع كامل في تل السلطان حرقوهم حرقوا الناس المولعة اسمنا بالله طلع من وكيل على كان السبب حرقوا الناس حرق اسمنا بالله طلع من وكيل ايش اقول كمان مش قادر اقول شيء فجأة نزل علينا صاروخ مربع كامل حزام نار نزل علينا الناس كلها انحرقت روحوا شوفوا شو صار في الناس استهداف الان في رفح في مخيم نزوح في منطقة موقع الشرفين اشتعل النيران في المكان حاول استخدام الان اقام النيران لكن لا توجد الان لا يوجد هذا حمالة